حصة وبسيطة. نحتاج 1 كيلو د ماتيسانس معروف عن أي شركة هو ماتيسانس. نحتاج 1 لتر ديال ويت سبيريت ورضا يعني يكون نوع ممتاز. وكنحتاج 1 لتر ديال زيت كتان. كلا الإخوان اللي سولوني على زيت كتان شنو هي على حسب كاين في الداخل كيسموها يعني عندها شي اسم آخر، لكن هي مكتوبة فيها زيت كتان كما كتشوفوا نتوما على هذا الشكل هذا. كنحتاجو يطرو، كنحتاجو واحد القراءة واحد كرافة أو بوديزا بحال هادي ولا أي بوديزا نقدرو نديرو في هاد المدلع عندنا. كنحتاج واحد جوج بروسات واحدة تكون مقطية يعني جديدة واحدة تكون عادية. أيضا كنحتاجو واحد جوج ديال البروسات صارن أو بينسل رقم 2 رقم 1 كنحتاجو لهم هادو جوج الأرقام يعني رقم 2 رقم 1. كنحتاج واحد طرابو كما كتشوفو طرابو على هاد الشكل هذا. ايضا كنحتاجو لهاد التاس ديال الالوان الكريمة ولا كريم واللون الكحل والمراكش راه معروف الالوان الثلاثة ديال الاساسيين يعني في العمل الالوان يعني الشريعة بالرخام بالخشب وكذا. المهم ندوزو للمرحلة ديال العمل ديال تهيئ السلعة يعني باش تخلطو هاد الالوان هادو باش الاخوان يستافدو. واخا دابا المواد جمعنا لكم المواد اللي كنحتاجو لهذا ما كيفاش الطريقة ديال التخليط او التهيئ ديالها. كناخدو القطعة هادي كناخدو كيلو ديال ماتليسانس كنخويو فيها كنضيفو له الويت سبيريت نص ليطر نص ليطر ديال الويت سبيريت فهمتي ماشي الدولي ويت سبيريت. واخا هاديك الساعات كتبقى الطريقة نكبو زيت الكتان نص منها باش كنجعلوها انها قابلة كتمدد وهادي كنقدرو نديرو بها الديكور. شحال عندنا ديال زيت الكتان شوفوا معايا هنايا الطريقة ديال الخوي ديالها كنخويو يعني عادي في ديك الماتليسانس لي درنا. صافي كيكفي هادشي هادي نتوما كتشوفو يعني كانت هنايا خويت هاد لاخر في طرق ديال الماتليسانس هذا كيكفي. حنا هاديك الساعة عينا ميزانة كنشوفو على حساب السلعة واش كتشرب ولا لا. إلا كانت كتشرب كنزيدو شوية. صافي كتبقى الطريقة ديال نحركوها مزيان نديرو الشغلة أو شي حاجة كتحركنا مزيان من غادي نخلطها مزيان ونرجع لكم. واخا كناخدو هاد النت هاد اللون اللي عندنا يعني هاد المادة اللي عندنا وزيد كتاب الرمان كنديرو شوية حنا نعدلو اللون الأصلي بنا اللي نقدروا نضربوه هو الاول. هي كترجع بحال الكريمه شويه حيت زيت الكتان عندها هذا الكولور هذا كيغير اللون ديال المرض ما كيبقاش ابيض بزاف. كنجيبوا الكريم واحد شويه غير شويه حيت باش ما يهرقش اللون دابا هذه كتولي حساسه بزاف للالوان يعني اي لون درتي لها كيبان فيها بزاف التغيير يعني بواحد السرعه كيبان. ناخذ شويه ديال المراكش حتى هو غير شويه باش ما يهربناش الاحمر. شوف الطريقه هي كتمشي شويه شويه فهمتي احسن طريقه ما يكبش الانسان بزاف في الاخر يهرب له اللون يولي يبقى يبغي يصلح ولا يقلب السلعه. يكفي هذا كنزيد واحد شويه ديال الكحل باش كنهرسو دوك الكولور وكنقربو ايضا الخشب غير شي شويه ديال الكحل كما قلت راه دغيا السلعه هذه حساسه للالوان. كيكفيو هاد الالوان اللي درنا هذا كافي صافي. شنو كنديرو كنقسموه هاد اللون اللي نقسموه غير شويه ديال اللون اللي عندنا به العرق عاوتاني نيت كنزيدو الكريم كنزيدو شويه د مراكشي شويه د الكحل باش نهربو القهوه دلوقتي خصنا نحاولو نهربو اللون القهوه.
نحصل على هذا اللون هذا زائد هذا اللون اللي عندنا الاول. دابا كتبقى لنا غير مرحله والطريقه كيفاش نديروا له في الحائط ان شاء الله. ننتقلوا للمرحله نشوفوا الطريقه ديالو اللي غنخدموا. كناخذوا الكولا يعني الكولا ديال الشركات اللي كيخلطوا بها الجريفي، الكولا معروفه شرطه شحال عندها في الظروف. كناخذوا الكولا كنخلطوها، يعني الكولا راه معروفه هي الاولى كتخلطها بالماء كتخلطها بالماء ما عارف الطريقه ديالها. من بعد الاولى بعدا كنديروا الصغار، من بعد الصغار ما كنديروا الكولا. كنضربوا الكولا عادية الكولا معروفه الطريقه ديال الضرب ديالها كيفاش تضرب. المهم كنحاولوا الكولا ما نديروها ما نخطاتيش البلاصه، يعني اي مكان كنحاولوا ما نخطاتش حيت الا خدينا شي مكان ديال البلاصه 10 غيجي فيها الطريق غيجينا فيها المشكل. كنحاولوا اننا المهم نحاولوا جهد ما يمكن نضربوا اي مكان ما نخليوش الشق باش نضربوا نعاودوا جوج مرات. ديك الساعه اللي كناخذ ديك الماده اللي عندنا المهم عقلوا مزيان القلا هي المهمه ضروري القلا. كنضربوا عادي مباراه شي كنضربوا هادشي كامل هي الكولا. ملي كنديرو الكولا هي اللي كتجعل هادشي ما كيشرف نقدرو نتحكمو فيه. واخا دابا لاحظتو معايا كيولي تقدر تسوقو كيما بغيتي فهمتي، ما كيشربش حيت الكولا مع ديك المادة وزيت كتان كتولي كيما بغيتي ما كيشربش كيما كتشوف. المهم انا غير كنبين لكم. من بعد كناخدو الطرابو اللي هضرتكم عليه قبيلتي، هذا هو اللي كنشفو به. كنشفو به واحد شويه وصافي باش ما نبقاش تما حنا ديك السلعه بهاد الطريقه. كتشوفو الكولور يمكن لكم نتوما تزيدوه فهمتي، يمكن لكم يعني تزيدو الكولور على حسب اللي خصكم نتوما. انا درتهم من اللون المفتوح نتوما كيمكن لكم هذيك الساعه تزيدو واخا تخليوه يشرب واحد شويه ولكن يمشي بزاف. الطريقه اللي بغيتو نتوما بغيت هادي تقسمو على جوج نوريكم الطريقة ديال كيفاش تقسمو على جوج. بغيت نضربو على وحدة أنا غادي نقسم على جوج يعني إلا كنضرب عندي أفضل. كنبداو بطريقة عادية فهمتي، كنبداو من هنا واخا نبداو من هنا نجيو لهنايا نخليو واحد القنت ونضربو نزيدو شوية كنوليو نعاودو هنا في الوسط. هادي أبسط طريقة كنعطيها لكم كيفاش تقسمو الخشب. دابا شوفو معايا كيبان لكم داكشي عادي ولكن غادي تطلع غادي تشوفو النتيجة اللي في الآخر غادي تعطي كتجي رائعة جدا. هي اللي استعملتها في هاد الصور اللي شفتو معايا في الفيديو نفس الطريقة. كنجي بغينا نزيدو العرق قصر نزيدو فهمتي، بغينا نزيدو حتى في الوسط كنزيدو على حساب اللي خصنا حنايا. بغينا نعمرو قصر كنعمرو، بغينا نعمرو كنجيب لهنا كنديرو هكا كنديرو واحد هاد اللي كتشوفو نتوما كذلك كنجيب لهنا. هادي هادي اللي قسمنا على جوج ثاني نفس الطريقة. المهم يمكنكم نتوما يعني يمكن لكم تبدعو فيها كيما بغيتو فهمتي، كيبقى هاد المادة هادي قابلة للإبداع دير بها اللي بغيتو. أي ديكور اللي كديرو بها أفضل من الميغاباكس ومن الديكورات اللي كتصنعها في الشركة. صافي هذيك الساعات كنديرو دروس. انا غير كنوريكم اصلين هذه ما نخدمهاش غير نوريكم وصافي نديرو فيها يمكن ديكور اخر. صافي هنا كتبغيو ثاني ديروا لها واحد الشكل هكا هنا ايضا بغيت ديرو عاوتاني لهذا الشكل. البلايص كنحاولوا اننا نزيدوهم شويه. هي الطريقه كتبان لكم عشوائيه وعاديه لاني غادي نشوف النتيجه ديالها كتبان لكم بهذا الشكل هذا. كنكونوا انتهينا من الديكور لا ما تيهمناش المرحله الاخرى هي الوصفه السريه كما كيقول. دابا نوريكم الوصفه السريه ديالها باش ترجع خارج. الوصفه السريه ديالها اللي كتجيب برشا ناشفه
راتشالاشبي يعني طبقة جديدة هذه الوسط السرية ديالها. اش كنديرو؟ كنجيو لهنا كنجربو بهذ الطريقة اللي كتشوفو معايا. لاحظوا معايا كيفاش كيندمج مع ديك السلعة اللي درنا. ذلك هذه تاني نجربها شوية. ديما حتى البراتشا كنشوفها عاد كنشوفها بشي ترابو بحال الطريقة اللي كتشوفو نتوما. لعل تشرح بهذه الطريقة هذه نكون أول واحد كيديرو في اليوتيوب. أنا كنحاول نوريكم بالطرق كاملة يعني حتى الطريقة ديال كيفاش تعدلو السلعة أي حاجة يعني حتى نوصل للمبتدئين وكل شيء حتى الدراري اللي كيفهمو في الصباغة راه غادي يفهموني إن شاء الله. هذه الطريقة النهائية اللي راك كتشوفو على هذا الشكل كيفاش يمكن لكم تمشيو مع السرية كاملة. من الافضل هذه يجيو بعد لان بعدي تمنى قربتو منها ولكن مهم ضيق مع الهضره ما كان مهم ماشي مشكل فهمتي يمكن لكم تزيدوا توسعوا شويه. هذه الا بغيتو تخليوها هكا كتخليوها بغيتو من بعد كديروا لها واحد المارو ديال البرنيز ولا جوج ديال البرنيز يكون مفتوح عاوتاني كتزيد تبان افضل. المهم كتبقى الطريقه ديالكم هكا حتى كتخليوها تيبس لان هي ما كتبش الماده ضريه يمكن كتبقى ثلاث ايام ولا غير كتيبس. هي الطريقه اللي كتشوفوا نتوما كتمشيو مع القوس ديالكم كامل كيجي رائع صراحة يعني كيجي شي حاجة روعة. يعني كما كتشوفوا معايا هذا هو الديكور ديالها كتكملوا القوس ديالكم كامل كتجي رائعه جدا يعني عندي تجربه راه نتوما شفتوا الصور انا غنقلها لكم الصور تزيدوا تشوفوها اكثر باش تاكدوا منها انها طريقه زوينه صراحه وعاد سهله فهمتي ماشي شي طريقه صعيبه ولا شي حاجه. أشكركم وفي درس آخر.